بحس مسؤولية وفي قانون انه هيدا الزلمة اللايف جارد اللي هو مسؤول عن مراقبة الناس اللي بتتسبح هون بالبحر. اوكي هيدا محله، بيكون قاعد فوق وعم بيراقب. ايه بده يتمشى، البحر فاضي ما في ولا حدا عم بيسبح هلا، بس ليكو هو عم بيتمشى وشو معه بايده، يعني نزل من محله وحامل معه هيدي يعني تبع الانقاذ اللي بيرميها لا سمح الله اذا حدا غرق انه يعطيها لانقاذه. فما نزل عن كرسته قاعد يتمشى وتركها، واذا حدا صار معه شيء بيرجع بيركض من محل ما هو للكرسي تيستعملها. قام على الكرسي عم بيمشي لوحده على البحر، ما في حدا بالماي، بس حامل معه بايده ما بعرف شو بسموها هاي تبع الانقاذ، لا في حال حصل اي طارئ يكون مستعد. هذا القانون كله، القانون هو اللي بيعمل المسؤولية عند الإنسان. ما في طبعا في ناس بتخلق المسؤولية معها، بس القانون والنظام هو اللي بيخلينا نمشي بالقانون ونتبع القانون بأي شغلة، بشغلة صغيرة. هذا لفت لي انتباهي، يعني لو يمكن كان بدولة من دولنا الثانية كنا شفناه نازل وترك أغراضه فوق وعم يتمشى ومش فرقاني معه ومش سألين. هون بيعرف لأنه أي خطأ تمنه كتير غالي عليه بيكون وعلى الآخرين. لا سبب، ما في حدا بالبحر ماشي وحملها معه لأنه بيعرف أنه ممنوع يتركها، مازال هو بالدوام ممنوع يتركها وممنوع يتخلى عنها. ما يعني نزل عن كرسو، البحر فاضي ما في حدا، بس هو عم يتنقل بهذه الطريقة، مع انه البحر كتير رايق اليوم. ليكو هالمباني شو حلوة، لك المبنى شو حلو، فن هندسي رائع. شط نظيف، ما بنشوف عليه ورق، ما بنشوف عليه غبرة، ما بنشوف